السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي تلفزيون الحياة في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات الملاعب اليوم. هستأذنكم طبعا قبل ما نروح لأخبارنا، يعني دايما احنا بنتكلم في الرياضة، بس النهاردة الحقيقة هتكلم في البلد أو في اللي حاصل النهاردة سريعا كده، وبنوجه الحقيقة شكر كبير جدا للمسؤولين في البلد وسيادة الرئيس يعني على زيارة النهاردة شرم الشيخ، زيارة مكوكية. قادما كان الرئيس قادم من السعودية وعد على شرم الشيخ في زيارة أعتقد أن هي رسالة للعالم كله، للشعب المصري، للمستثمرين في مجال السياحة. النهاردة الرئيس استقبل وفود سياحية كانت جاية وسلم عليهم. أيضا النهاردة عمل لفتة الحقيقة هي الأروع، توديع يعني أنه ودع بعض السياح مغادرين لشرم الشيخ، وطمنهم ان شرم الشيخ يعني هتفضل بلد امن والامان، وان احنا في انتظارهم تاني. اعتقد ان في رساله لجميع رؤساء جمهوريه هذه الدول ان مصر بلد الامن والامان، ان الرئيس شخصيا هو المهتم بالقصه. النهارده اي سائح او اي حد شاف النهارده السيد رئيس الجمهوريه في مشهد الحقيقه اكتر النهارده من رائع، بيسلم على الناس، بيتفقد المطار النهاردة، بيتفقد وجهات نظر السائحين. برضو الرئيس كان موجود النهاردة في عدة منشآت داخل شرم الشيخ وقعد مع المستثمرين وطمنهم وقال لهم إن إحنا أو إن الدولة في ظهركم، والدولة مهتمية بالاستثمار في مجال السياحة. طمن أيضا النهاردة الموظفين اللي كانوا خايفين وقلقانين طبعا على أكل عيشهم وعلى اللي جاي. أعتقد دي رسالة يا جماعة مهمة جدا، ونفسي الحقيقة وأمنية حياتي إن كل واحد الفترة دي يتخلى بس شوية عن المصلحة الشخصية أو عن حب الذات أو عن حب الكيان أو على سرقة المشهد أو على ركوب الموجة، يعني حاجات كتيرة أقوله زي ما تقوله. امشي دلوقتي في مصلحة البلد، حتى لو مختلف ومتفق، يعني متفق في حاجات ومختلف في حاجات، ولكن امشي في مصلحة البلد. بلاش دلوقتي نقعد ننتقد بعض، بلاش نقعد نقطع في بعض، بلاش نقعد ندور على السلبيات. البلد عندنا سلبيات، لسه حاجات عايزة تتحسن. مفيش حاجة النهاردة بتتغير في يوم وليلة، عمر ما في حاجة بتتغير في يوم وليلة، ولكن نبص على كويس شوية، نبص شوية، نحاول نكلم العالم شوية. احنا بنكلم نفسنا وبنقطع في نفسنا، بننتقد نفسنا بس. قاعدين سواء إعلاميين سواء ناس في مجال السياسة، قاعدين النهاردة ننتقد بعض، اللي يقول يمين نقول له شمال، واللي يقول فوق نقول له تحت، وكل واحد فاهم ان هو يعني خلاص الجهبز، كل واحد اللي هو فاهم وجهات النظر وفاهم كل حاجة وهو اللي على حق. يا جماعة كلنا بنصيب وكلنا بنخطئ، ولكن النهاردة في مصلحة البلد قبل اي شيء، هو ده المهم. مشهد كمان شرم الشيخ تكملة عشان اقفل الموضوع ده يعني سريعا كده، انا شايف ان كل الناس عندها استعداد ولهم كل الشكر، عدد كبير من الاعلاميين وعدد كبير من الرياضيين وعدد كبير من السياسيين، انهم يطلعوا برامج ويطلعوا شرم الشيخ ويتكلموا ويوجهوا رساله للعالم ان مصر بلد الامن والامان. يا جماعه بس في مشكله تانية مهمه برضو، ما ينفعش ان احنا نكلم بعض، لازم النهارده نكلم العالم. اول حاجه نكلم العالم بلغته، يعني لازم النهارده نستعين في برامجنا ببعض الناس اللي بيتكلموا لغات معينة زي إيطالي، روسي، إنجليزي، عشان اللي بيسمعك بره وبيشوفك يعرف يترجم، يعرف انت بتقول ايه. لازم النهاردة نبتدي النهاردة نعمل إيفنتات خارجية، مش ان احنا نروح مع بعض، مهم ان احنا نروح مع بعض، ولكن لازم حديثنا يبقى مع العالم. زي زيارة الرئيس النهاردة هي موجهة للعالم كله، هو النهاردة رئيس بيطمن الشعب المصري ما تقلقوش، وبابتسامه وبضحك وبشجاعه، وان هو موجود وان الدوله واقفه على رجليها. ايضا بيكلم العالم كله، بيكلم العالم الخارجي، مصر بلد الامن والامان، مصر واقفه على رجليها. النهارده عمل تصريح الحقيقه قوي جدا، هتظل في مصر بعض التحديات، ولكن طول ما احنا جنب بعض، طول ما احنا مع بعض، طول ما احنا ايد واحده، البلد دي هتروح والبلد دي هتقوم ان شاء الله باذن الله على رجليها. ما تسمعوش الشائعات، ما تسمعوش المشاكل، ما تسمعوش الازمات، اقفوا على رجليكم، ما تخافوش، ما تقلقوش، اقفوا اتجمعوا اشتغلوا اهو. دي النهارده يعني سليمان على طول، دي سياسه، دي الحقيقه زياره السيد رئيس الجمهوريه النهارده لمطار شرم الشيخ وحديثه مع السائحين. ومش عايز اقول لكم ان صدى النهارده الزياره عالمي بره، والناس النهارده بتتكلم عليها بشكل قوي جدا، والمصريين النهارده وجود السيد الرئيس النهارده في المشهد بابتسامه، بهدوء، بان بكره ان شاء الله باذن الله احسن، بان ما تقلقوش، بان هو يطمن الناس،
بنطمن الناس في الشارع المصري، بنطمن النهارده السائحين، النهارده ان هو يستقبل السائحين القادمين، يودع النهارده السائحين الراحلين. يعني الحقيقه مشهد في شجاعه وفي احترام وفي قوه وفي رساله، وفي حاجه واحده بس ناقصه، ان الشعب المصري كله اللي نزل في جميع الوقفات وفي جميع المواقف ونزل وكان ليه موقف يقف النهارده ورا دولته. مش لازم النهارده نقطع في بعض، مش لازم النهارده ننتقد بعض ولا نعترض على بعض، هناك ايجابيات كتير وهناك برضه بعض المشاكل لسه عايزين نصلحها. نقف النهارده نصدر النهارده مشهد للعالم ان احنا ان شاء الله باذن الله جايين بقوه، عندنا تحديات، محدش هيوقفنا، لا ارهاب هيوقفنا ولا كلام كاذب عبر وسائل الفيسبوك والسوشيال ميديا هتوقفنا ولا حد يقعد يضحك علينا، هنمشي ان شاء الله باذن الله. القطر اتحرك، اللي عايز هيركب، هيركب القطر هيمشي معانا، اللي عايز يقف قدام القطر ان شاء الله باذن الله القطر هيدوسه. والحقيقه بنشكر الساده المسؤولين والسيد رئيس الجمهوريه على اللفته دي، ونوجه رساله للعالم كله، تظل ان شاء الله باذن الله مصر بلد الامن والامان وتعود السياحه من جديد، وان شاء الله كل المصريين هيشتغلوا وكل المصريين هيقولوا يا رب وترجع مصر تاني بشكل قوي رغم كل الظروف دي. انتخابات مجلس الشعب ان شاء الله باذن الله ايام وهتنتهي وهيبقى عندنا برلمان الناس قاعده تتكلم وتقول، يعني ده يخش البرلمان، يعني ده ما يخش البرلمان، انت اللي انتخبته، انت ما نزلتش ما تلومش الا نفسك، ولكن انت اللي انتخبته، الشعب اللي انتخبه. ما سمعناش لحد النهارده لا صندوق اتقفل ولا صندوق اتعمل ولا ورقه ولا قص، وضاء موجودين وشكل محترم، وفي النهايه الناس بتختار، الناس تختار اللي هي عايزاه. في الاخر كل منطقه وكل حي وكل حتة اختارت اللي هي عايزاه، خلاص ده اللي بيعبر عنك. ما تقعدش بقى على الكنبة على الكرسي وتقعد كده تنتقد، احترم اللي جه وادي الناس الفرصة، وهيبقى فيه ان شاء الله مجلس الشعب، هيبقى مجلس الشعب ان شاء الله قوي، واللي جاي ان شاء الله هيبقى احسن، ومصر ان شاء الله بإذن الله هتبقى بلد قوية، ومصر زي ما ظبطت كده المنطقة العربية بالكامل هتفضل واقفة على رجليها وتفضل ان شاء الله بإذن الله راحة في الحتة السليمة، ومصر دايما بلد الأمن والأمان ان شاء الله بإذن الله. نروح سريعا مع مخرجنا محمد سليمان نشوف أهم عناويننا الرياضية ونرجع لكم تاني. طائرة خاصة للمنتخب في رحلة تشاد، كوبر يدافع عن اختياراته، الزمالك يشترط التعاقد مع مهاجم لاحتراف مرسي، الأستاذ محمود صبري ناقد الرياضي الكبير في ضيافة الملعب. هفتح موضوعي بالنادي الاهلي وازمه النادي الاهلي وازمه مجلس اداره نادي الاهلي وتقديم المهندس محمود طاهر لاستقالته او رغبته في عدم الاستمرار. الحقيقه عندي رساله بوجهها للجمعيه العموميه للنادي الاهلي، وعندي رساله بوجهها لمشجعي النادي الاهلي، وعندي رساله بوجهها لاعضاء مجلس اداره نادي الاهلي، ولكن ابدا في البدايه باعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. الناس دايما بتتكلم ان يعني انتوا دايما والمؤامرات وشايفين وعاملين. ايوه بمنتهى الصراحه، مجلس اداره نادي الاهلي جه تحت رئاسه المهندس محمود طاهر، في الاول كان في بعض الازمات زي اي مجلس اداره جه جديد، الزمالك جه مع مرتضى منصور في الاول كان في بعض الازمات وثلاثه استقالوا ومشي المجلس، وعبال ما الدنيا ظبطت كان هناك بعض الوقت وبعض الازمات وبعض المشاكل. ده الزمالك، الاهلي كده، الزمالك ما تاثرش لان مرتضى منصور اخذ الزمالك، يعني كان هو ومجلسه او مجلس ادارته ومجلس اداره نادي الزمالك اخذ نادي الزمالك ازمات كتير قوي، فالناس ما كانتش حاسه، يعني حتى لو في مشاكل ما فيش اللي تخسره، ما انت خسران اصلا. الاهلي بقى كانت الامور بتجري، بس الامور الظاهريه، وكنت دايما بقول كده، يعني ايه؟ يعني بكسب بطولات وعندي فريق كره قوي وكل الكلام ده موجود، ولكن ما عنديش بنيه تحتيه، عندي مديونيات جامده قوي وعندي رصيد صعب قوي وعندي التزامات ماديه جامده جدا، واللعيبه عايزه التزامات ماديه وفي فلوس والعمال ما بيقبضوش والدنيا صعبه جدا جدا جدا. يعني الحقيقه مشهد برضو صعب، كان محتاج من الناس ان هي تعدل من اوراقها، او كان محتاج من الناس ان هي الامور يعني لسه يتعرفوا على بعض، اخذوا فتره، ولكن الفتره دي كان ممكن في البدايه حالفهم الحظ واخذوا بطولات، جه بعد كده جاريدو اول ما جه كان يعني ماشيه الدنيا شويه، بعدين ابتدت الدنيا تتصعب، ابتدت الامور في الفرقه ما تمشيش بشكل جيد، ابتدى الهجوم بشكل كبير على
مجلس إدارة نادي الأهلي، عنده إنجازات ما قدرش إن هو يتعامل مع الإعلام بشكل معين، كان عنده هجوم، التزم بمبادئ وسياسة نادي الأهلي فالتزم الصمت، الناس انتقدته اطلع اتكلم قول عبر، طلعوا في النهاية الناس اتكلمت وشرحت عملوا ايه الفترة اللي فاتت الفترة الجاية، بنتعاقد مع مدير فني قوي، سي في قوي، بساره الحقيقة سي في كويس، سي في محترم، عملوا صفقات قوية، الأمور ماشية وهادية. يجاز يكون هناك بعض اختلافات في وجهات النظر في الجلسة الأخيرة، ولكن سرعان ما الموضوع في النهاية خلص وهدي والناس قعدوا واتصافوا والناس اتصالحت، سواء المهندس محمود طاهر ومجلسه وكله في النهاية اتصالح النادي الأهلي. اللي أنا عايز أقوله لمجلس إدارة النادي الأهلي إن هم لازم يبقى يعني هم ساعات بيسعلوا من الانتقاد، ولكن هو مش انتقاد، هو أنتوا لازم أنتوا مثل أعلى في كتم الأسرار. الأمور دلوقتي على طول عشاشات عشاشات، أنا مش حابب ده. أنا كنت دايما بضرب المثل بمجلس إدارة النادي الأهلي، وإن شاء الله بإذن الله يعود من جديد كده. على الناس المحيطين أعضاء الجمعية العمومية إن هم لازم يبقوا في ظهر مجلس الإدارة، يعني شايف أي موقف بنقف ونعمل، وناس من أول دقيقة عندها مشاكل ونسحب الثقة وأزمات، إدوا النادي فرصته. نادي الأهلي قطر ماشي بمبادئ معينة، بلاش نشده، بلاش المؤسسة الناجحة الكبيرة اللي عندنا نبوظها. مشجعين النادي الأهلي بقى أوفر الفريق، أوفر الفريق عقبال ما الراجل يحط السيستم بتاعه. النهاردة مجلس إدارة عمل صفقات قوية، هو مش هينزل يلعب في الملعب، هو جاب مدير فني محترم، مش معنى أنه جاب بساره ما جابش مانويل جوزيه فمعنى كده، هو برضو في وجهة نظر ووجهة نظر محترمة. مانويل جوزيه أخذ فرصته مع النادي الأهلي وكفاية كده، طبيعي، مش لازم كل حاجة نرجع لها قديمة، لان انت بتغير، انت بتجيب طموحات جديده وبتجيب سي في جديد وبتجيب طريقه لعب جديده. هو مانويل جوزيه ما مشي بالنادي الاهلي ايه اللي حصل؟ ما هو ما فيش تاريخ، ما عملش حاجه، يعني امور واضحه. هو عمل لان النادي الاهلي ده نادي كبير ووفر له لعيبه كتار، وكان اياميها 500 لعيبه على الخط وصفقات. النادي الاهلي هو اللي عمل مانويل جوزيه، مش مانويل جوزيه اللي عمل النادي الاهلي. انا ما سمعتش على مانويل جوزيه بعد ما مشي بالنادي الاهلي عشان بس الامور تبقى واضحه. فانا شايف الناس متحامله قوي على مجلس اداره نادي الاهلي، يعني شايف الناس بزياده، والمجلس وخبرات وبتاع، حتى لو في اختلاف بيحصل في اي حته، اختلاف وجهات نظر بيحصل في اي حته، ان في مجلس نسال من بعض يلام على مجلس اداره نادي الاهلي، الحاجات دي تخرج بره. واللي بيخرج الحاجات دي يعني مش عايز اقول له عيب، او عايز اقول له ده مش مبدا، عايز اقول له ان انت القدوه، النادي الاهلي اللي بنضرب بيه المثل، خصوصا في التزام المجالس وفي السيستم اللي حطه كابتن صالح سليم وكابتن حسن حمدي والمهندس محمود دلوقتي. يعني قصدي ان الامور لازم تهدى، احنا دايما بالنادي بالتهدئه، ولكن في النادي الاهلي لينا حديث، ولكن بعد الفاصل.
دي كانت بعض اللقطات النهارده كواليس منتخب الوطني ان شاء الله باذن الله في استعداداته للقاء المهله لكاس العالم، اولى لقاءاته مع تشاد يوم 14 ثم 17 هنا في استاد برج العرب، وهيكون معانا تغطيه خاصه عبر شاشه تلفزيون الحياه رقم واحد في مصر من هنا ان شاء الله باذن الله قبل مغادره المنتخب الوطني، ومن تشاد هيكون معانا على الهواء مباشره لحد يوم الماتش الزميل مهيب عبد الهادي، وتغطيه ان شاء الله تكون زي ما دايما معودناكم دقيقه بدقيقه، ثم راجعين مكملين تغطيه خاصه من اسكندريه ومساعدات المنتخب من برج العرب حتى يوم 17 اللقاء ان شاء الله باذن الله. هرجع سريعا برضو لحديثي قبل ما اروح عن حديثي عن المنتخب، حديثي عن النادي الاهلي. النادي الاهلي الحقيقه يعني ممكن ما يكونش موفق في نتائج الفريق الفتره الماضيه، ولكن ان شاء الله باذن الله بعد وجود عدة يعني العديد من الصفقات الفترة الماضية يكون اللي جاي أفضل. مفيش نجاح من غير هدوء، مفيش نجاح من غير ما الناس تبقى علاقتها طيبة ببعض. عايز أوجه رسالة وجهتها قبل كده لناس في اتحاد الكورة، عشان الناس دايما تقول لك أنت مسؤول في اتحاد الكورة، ما أنا بكلم نفسي بس بكلم مؤسسة ناجحة كنا يعني دايما في الحتة دي بنشيد بيها أو بنتمنظر بيها. اي عضو مجلس اداره او اي مسؤول، لان الحاجات دي الحته الحقيقه دي بتضايقني جدا وبتضايقني جدا في اتحاد الكوره واستغربتها جدا في الفتره الماضيه في النادي الاهلي، انت حضرتك النهارده طلع معلومات عن جلسه او عن قعده او عن اي حاجه تحكيها لاقرب الناس ليك فحضرتك غلطان. حضرتك غلطان لان دي امانه. النهارده حضرتك بتحضر اجتماع مجلس الاداره سواء في اتحاد الكوره، نادي الاهلي، نادي الزمالك، اي نادي كبير او اي مؤسسه كبيره، حضرتك النهارده رافض، حضرتك النهارده موافق، ما يهمنيش ان انا اعرف، ما يهمنيش ان انا اعرف. يعني انا عايز اقول لكم حاجات، ساعات ناس تقول لي ايه يا ابني لازم تغير سيستمك كده، انت عندك معلومات كتير قوي تطلع تقولها، يعني اطلع قول المعلومات اللي عندك، كواليس اللي عندك. ابقى مستغرب يعني ايه اطلع اقول الكواليس، مش عارف. يعني انا في زملاء ساعات بتفرج عليهم والله العظيم بمنتهى الصراحه بيقولوا حاجات انا ما يعني ما بقولهاش. كابتن مدحت شلبي، كابتن غالي الغندور، كابتن احمد شوبير، اي حد بيطلع يقول معلومات ويقول حاجات، وممكن تكون حاجات عندي وممكن تكون حاجات في مؤسسات تانية وعندي، بس استغرب جدا اطلع اقولها. يعني استغرب اطلع اقول ايه والتصويت خلص 5-6 وكان قاعد من اليمين هنا كذا ومن الشمال كذا، تحت كان بيلعب بتحت راس الحربة فلان، في راح الحمام، في فلان رجع كان طالب سندوتشات. طب انت يهمك كمشاهد ايه يعني؟ وانا بكلم حضرتك انت يهمك في القصه ايه؟ يهمك ايه ان انت يهمك قرار، انت يهمك ايه سيف احمد مجاهد ايهاب اتخانقوا، ده اشتبك، ده عمل وجهه النظر، الحكايه، الروايه، انت حضرتك يهمك ايه؟ حضرتك يهمك انك انت عايز تقول المشاهد كل حاجه عندي، بس المهم انك تقول للمشاهد اللي هو يهمه اللي عايز يسمعه. مش لازم اطلع كل حاجه، لان لربما ان يكون في 2-3% انها غلط، لربما اقول ان في 2 شتموا بعض او 2 خانوا مع بعض والمعلومه انا مش قاعد ولا سامع بودني، انا فلان بيحكي لي وفلان التاني هيحكي لي قصه تانيه وفلان التالت هيحكي لي قصه تالته. طب انا ده كله ايه؟ ولكن انا كمصدر بياخد المعلومه ما اقدرش اقول له ما تزعش، ما اقدرش اقول له ما تحكيش وما تتكلمش، هو شايف ان دي نجاح وخلاص، الله يسهل له، دي وجهه نظر بيكتبها في جورنال بيقولها عبر شاشه ماشي. ولكن انت حضرتك النهارده كمسؤول حتى لو انت مش مقتنع بالقرار ما تطلعش الكلام بره، ما تطلعش الاسرار بره، لان انت مؤتمن على مؤسسه كبيره جدا، مؤسسه قعدت سنين كتيره جدا مشاكلها في الاوض المغلقه، وكنا دايما بنضرب المثل في الحته دي، اي ازمات اي مشاكل للنادي الاهلي في الغرف المغلقه. وده دايما اللي احنا بنقوله، سيب الناجح ناجح. يعني في ناس تقول لك ايه؟ ايوه بس عندي عيوب لازم انتقده، دوري ان انا انتقدك. يا سيدي انا بنتقدك، ما هو الاهلي لما وقع قلنا انه وقع، ما كان في مشاكل اداريه قلنا في مشاكل اداريه، وقلنا في حاجات لازم تتظبط، وقلنا في حاجات لازم تتعدل، وقلنا ان لسه المجموعه جايه جديده على بعض، ولكن مش لازم ان انا اضربك واوقعك، مش لازم ان انا اقعد اضربك من جميع العواميد عشان اهد المبنى، مش لازم. انا ما بهدش محمود طاهر ومجلسه، انا بهد سيستم كبير، زي بالظبط اللي بيحارب مجلس موجود وهو في مجلس قديم وفاكر ان هو ده كده هيمشي وهو هيجي هيتعمل فيك نفس القصه،
وهتبقى رسيت مبدا وهتبقى حطيت مبدا. هحكي لكم مشهد سريع كده. انا كنت عضو مجلس اداره في نادي الصيد، ومجلس اداره نادي الصيد اللي جه دلوقتي برئاسه الدكتور مجيب كان الجمعيه الفات عندها وعندهم مشكله وعندهم ازمه، وكانوا رايحين لجمعيه عموميه غير عاديه، وانا كان عندي قناعات نادي الصيد ما يتعنلوش مجلس. نادي الصيد احنا تعبنا فيه اول 15 سنه اللي فاتوا، رغم ان كنت موجود قبل كده، يعني ما اخش نادي في اي وقت اسال ولا يوم من ايامك انتوا وانتوا، شيء بيسعدني وما بيسعدنيش. بيسعدني ان الناس تثني عليك، وما بيسعدنيش ان اللي يجي بعدي يقع، لازم يبدا واقف عشان اللي يجي بعده حتى لو انا او غيري خلاص يبقى معروف ان مجلس ده ليه قدسيه، المجلس ده ما يقعش، المجلس ده فيه سيستم، المؤسسه دي كبيره كبيره بمحمود بابراهيم بعلي. وقفنا مع الناس في نادي الصيد وسندناهم رغم ان احنا مش على الكراسي ولا في المجلس ولا في اي حاجه خالص. وكنت استغرب جدا من واحد يقول لك ايه عمي حارب الناس، هتحارب الناس هتقع النهارده هتقع انت بكره، ودي رساله بوجهها لاعضاء جمعيه نادي الاهلي. هتحارب النهارده هتوقع مجلس اللي جاي بعده هيطلع له اعداء، والناس صوتها هيعلى وهيوقع اللي بعده هيوقع اللي بعده. حطيت سيستم وانت ناجح، وانت ناجح امشي ادي الفرصه، ادي لهم الفرصه، وانتوا بقى اقفلوا بقى على نفسكم. برضو مجلس اداره نادي الاهلي برضو عليه دور، تعامل مع الاعلام النهارده بشكل مختلف، بشكل ادي المعلومه اللي انت عايز تديها، وقف على نفسك. طول عمر النادي الاهلي كده، لا نعرف كابتن حسن كان بيعمل ايه ولا كابتن محمود كان بيعمل ايه ولا الناس دي كانت بتعمل ايه، لربما الناس اللي موجوده حاسه ان هي عامله انجاز. احنا ليه بنتحارب او بنعمل كده؟ دايما يا جماعه الثمان سنين دي عملت قصه، وهي الاختيار ما بين الجديد والقديم، والناس دايما على الجديد مستقلياه. ففي اي مؤسسه او في اي حته، نادي مركز شباب، في حتى في الوزاره، في اي حاجه، اللي يجي ده حتى لو شاب صغير سن، بص اللي كان موجود. ايوه ما هو اللي كان موجود إن انا حكمت عليه بعد ما كان قاعد عندي 20 سنه و18 سنه، هقارن النهارده بواحد لسه جاي ازاي؟ ما هو ما عادش 8 سنين، ما هو انا ما حكمتش عليه من اول سنه، عدى بمطبات كتير جدا برضه، ولكن انا قيمته النهارده بعد ايه؟ بعد 20 سنه 18 سنه. هو ده بقى فرق الاهلي عن الزمالك. الزمالك النهارده ما اقدرش اقول ايه، كان في فتره الامور كده، ليه؟ لان عادله سنه سنتين ثلاثه اربعه، ولكن النهارده الاهلي النهارده مختلف. انا بقارن كابتن حسن محمود الخطيب او رموز جت 10 سنين 12 سنه 18 سنه 20 سنه، هحط تاريخ 20 سنه بسنه سنه ونص، ادي فرصه، ادي فرصه بس الامور تمشي والمركب تمشي. دي وجهه نظري. نروح سريعا برضو حاج محمد عبد الوهاب عضو مجلس اداره النادي الاهلي. مساء الخير يا حاج محمد. مساء الخير يا كابتن سيف، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك سيف، كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. يعني مش عايز اقول لحضرتك احكي لنا، انا عايز اقول لحضرتك يعني احكي لنا الموضوع وطمن الناس وقول للناس ايه اللي جاي، مجلس اداره النادي الاهلي بيفكر في ايه؟ ايه اللي حاصل؟ ايه القصه؟ ايه الموضوع بالكامل؟ والله ما انت عارف انا ما بعرفش احكي يا كابتن سيف. انا عارف بس انا عايز اطمن الناس ان الحمد لله كل شيء ماشي، كل شيء ماشي كويس. وبعدين الاختلاف احنا اتعلمنا وتربينا في النادي الاهلي بنختلف على 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 تصالح النادي الاهلي. يعني لو في حاجه مطروحه، وحضرتك طبعا عضو لاكثر من دوره في نادي الصيد وعضو في اتحاد الكوره، ان شاء الله انا اشوفك نائب نادي الصيد باذن الله. الاختلاف على الطبيزه ده حاجه صحيه جدا، ودي اتعلمناها في النادي الاهلي، وتعلمناها من قبلينا من الناس الكبار، الكابتن صالح والكابتن حسن والكابتن خطيب والناس الكبار، اتعلمنا ازاي نختلف. وفي الاخر حتى لو انا مختلف وطلع القرار بيبقى انا اكبر واحد سبورت واكثر واحد سبورت للقرار اللي بيطلع. هو ده النادي الاهلي، وده سر نجاح النادي الاهلي. فانا مش عارف ليه الاعلام او الميديا مكبره موضوع اختلاف في راي او اختلاف في موضوع وايا كان هو ليه مكبره. ده موضوع طبيعي وموضوع صحي ان احنا نختلف جوه ونختلف، ومحدش يسمع عننا حاجه. ان انا اخرج اخبار، وانا يمكن كنت بسمع حضرتك من شويه ان الاخبار مش 2-3% دماغ غلط، لا 90% دماغ غلط او حاجه، و90% دماغ غلط. ان مفيش حاجه بتخرج من جوه الاوضه بتاعت مجلس اداره النادي الاهلي. لكن ان انا اقعد اداول الاخبار ديت وادور اخبار مش سليمه، اخبار مش مظبوطه، وتاجر بيها، هي دي اللي عامله الازعاج عند الناس. انا عايز اطمن كل الاهلاويه ان الحمد لله النادي الاهلي بخير، مجلس اداره بخير، مجلس اداره على قلب راجل واحد، وماشيين بخطوات الحمد لله كويسه جدا، وماشيين في الانشاءات. الكوره الحمد لله داخلين على 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 بعد الفتره ديت هيشوفوا النادي الاهلي الفريق بتاعه عامل ازاي، وعلى انتصارات ان شاء الله باذن الله. وده الهدف بتاعنا السنه دي ان شاء الله باذن الله، بجانب النشاط الرياضي والتطور اللي بيحصل
جامد جدا في النشاط الرياضي. سؤال مهم يا فندم، المواضيع اللي بنسمع عنها عن وجود يعني انقسامات داخل مجلس اداره، المهندس محمود طاهر مش موجود، القصص دي كلها ليها اي اساس من الصحه؟ لا، هي المهندس محمود مسافر، يعني هو كان موجود في الجلسه. لا انا قصدي ما يخص، الاستقاله يا فندم، القصه دي موجوده ولا مش موجوده؟ لا موجود، مش مهندس محمود موجود في الاهلي، ان شاء الله راجع اول اسبوع الجاي ويكون متواجد في النادي الاهلي، وزي ما بقول لحضرتك يعني كله على قلب راجل واحد. الاختلاف في الراي اختلاف، برضه ارجع تاني بقول الاختلاف في الراي لا يفسد يعني قضية. يعني مفيش حاجه اسمها استقاله يا حاج محمد؟ مفيش؟ لا 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 لا، مفيش كلام من ده. في النادي الاهلي احنا الجمعيه العموميه جايبانا عشان نشتغل 4 سنين، نشتغل ونأدي، مش عشان حد مننا ينزل او حد ينط من المركب. لا، الحمد لله المركب ماشيه في طريقها، وباذن الله نوصل بيها لبر الامان، وزي ما استلمناها لازم نسلمها لبر الامان ان شاء الله باذن الله. توجه كلمه لبعض المسؤولين في المجالس السابقه، توجه كلمه لرموز النادي الاهلي، وجهها زي ما حضرتك عايز بقى. والله لا طبعا، المجالس السابقه دول اساتذتنا، واللي اتعلمنا منهم، وتعلمنا منهم كتير، وبنتعلم منهم، بنتعلم منهم هم جوه وهم بره، بنتعلم منهم. انا برضه ما بحبش المزايده على الحته دي خالص. يعني احنا لولا الناس اللي قبلينا ما كناش احنا بينا موجودين، ما كناش اتعلمنا، ما كناش حافظنا على القيمه الكبيره جدا اللي اسمها النادي الاهلي. يعني كلهم، عشان ما ننساش حد طبعا، من كبير لصغير. فاحنا ولازم برضو احنا بنعلم اجيال اللي معانا دلوقتي، بنعلمهم ايه القيمه الكبيره بتاعت النادي الاهلي، وايه قيمه الكرسي بتاع مجلس اداره النادي الاهلي اللي هم قاعدين عليه. دي حاجه لازم نوصلها، ولازم تكون عند كل واحد جوه الغرفه بتاعت مجلس اداره النادي الاهلي. فطبعا زي ما حضرتك بتقول، يعني في ناس لسه جايه مش عارفه برضو الشغل جوه المجلس بيبقى عامل ازاي، بتاخد فتره، وبعد كده كلهم ان شاء الله باذن الله يبقوا نواه بكوادر كويسه جدا للنادي الاهلي. متفائل يا حاج محمد من الفريق؟ يعني انتوا عملتوا صفقات الحقيقه قويه جدا السنه دي. الحمد لله النادي الاهلي عمل، الحمد لله. اتفضل يا فندم، اتفضل. بقول النادي الاهلي عمل، مش انا اللي عملت. لا، ما انا قلت انتوا عملتوا قناع على المجلس، يعني مش انا موت حضرتك. لا، الحمد لله رب العالمين، يعني متفائل جدا، متفائل بالشغل بتاع الراجل الجديد، الحمد لله. واللعيبه مبسوطين جدا من الشغل، ان شاء الله بعمل فتره معسكر كويس بمباراتين في الامارات، ان شاء الله باذن الله بنشوف بقى الاهلي بعد الفتره ديت هيبقى في شكل حلو قوي باذن الله للفريق. انا بس ليا حاجه واحده بس يا كابتن سيف، انا عايز اقول للاعلام المحترم، الاعلام الرياضي، يعني يرفع ايديه عن الاهلي شويه، يعني يرفع ايديه على الاهلي، والاهلي فيه ايجابيات قد السلبيات 10,000 مره. يعني يا ريت، يعني يمكن مجلس الاداره ده ما بيعرفش يسوق عن نفسه كويس في الايجابيات والانجازات الكتيره، يا ريت الاعلام يساعدنا ان هو يبرز الايجابيات الكتيره، ما تبقاش كلها سلبيات اللي عمال يظهرها للناس، وعمال يظهر في مجلس اداره بصوره مش بتاعه مجلس الاداره خالص اللي هو فيها. يعني ربنا يوفقك ان شاء الله يا حاج محمد، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل. بشكرك يا فندم، بشكرك، شكرا جزيلا للحاج محمد عبد الوهاب، عضو مجلس اداره النادي الاهلي. وجه الحقيقه رساله، قال ان يعني اختلاف ساعات في وجهات نظر دي ظاهره صحيه، نفى تماما وجود استقاله المهندس محمود طاهر، ان المهندس محمود طاهر مكمل. على فكره المهندس محمود طاهر كتب على الفيسبوك ان هو يعني مكمل، وان الامور ما فيهاش اي حاجه. انا الحقيقه اتكلمت معاه شخصيا، وقال لي ان هو يعني مكمل لحد اخر دقيقه داخل مجلس اداره النادي الاهلي، ولربما ان هم يختلفوا في حاجات، ولكن الجميع لا يشكك في حب مسؤولي النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي او الكيان، ولكن كل واحد ممكن تكون وجهه نظره يعني مختلفه شويه. السنه دي النادي الاهلي عمل صفقات قويه، ينتظروا النتائج بتاعت ربنا. الزمالك ايضا دعم بصفقات قويه جدا، وعامل فريق قوي جدا، وده في صالح منتخب مصر وفي صالح الدوري المصري. كل التوفيق للاهلي والزمالك. يعني برضو تحدث الحاج محمد ابواب على الاعلام الرياضي ان هو مركز مع سلبيات النادي الاهلي، برضو الناس لازم يعني تظهر الايجابيات وتظهر السلبيات. احنا ساعات كتيره كنا بنقف نقول الموقف ده غلط، وانا الحقيقه اختلفت في اوقات كتير جدا مع المهندس محمود طاهر ومجلس ادارته، واشدت بيهم الحقيقه في مواقف كتير، واخر موقف الكابتن علاء عبد الصادق انا الحقيقه يعني اختلفت فيه بشكل كبير جدا مع الكابتن علاء عبد الصادق، لان مش مع اللي كتبه هو. الكابتن علاء عبد الصادق في النهايه حر، راجل شخصيه محترمه جدا، يكتب اللي هو عايزه، ولكن مفيش تقرير داخل مجلس اداره النادي الاهلي يعني يطلع ل20 واحد بالشكل ده، وحضرتك توزعه على مجلس اداره بالكامل، ثم حضرتك تبعت صوره هنا وصوره هنا وصوره هنا، وحضرتك مش عايزه يطلع للاعلام، وحضرتك ابن من ابناء النادي الاهلي، فده لا يجوز. يعني دي
دي كانت الحقيقة وجهة نظري الشخصية. لا يجوز لأن مهما حضرتك اختلفتوا انتوا في النهاية أبناء النادي الأهلي، وانتوا عشان تحط السيستم والمبادئ دي تعبتوا فيها سنين. هات لي يا محمد تاني بقى أوتوبيس المنتخب كده سريعا وصوله، مش عارف اللقطة لسه معاكم ده كان وصول أوتوبيس المنتخب الوطني. أسمع طب يا جماعة مش سامع ده في غادر ملعب الهدف وفي طريقه إلى فندق الإقامة منذ قليل. طيب الزميل عمرو مختار موجود هناك مع المنتخب وهيكون معنا لقاءات النهاردة مع إيهاب الهيطة مدير المنتخب الوطني وهكتر كوبر والمؤتمر النهاردة الصحفي. قفل يعني سريعا بقى موضوع النادي الأهلي، إن احنا بنتمنى للجميع كل التوفيق، أهلي زمالك جميع المؤسسات الرياضية. يعني النهاردة عايز أقول لكم برضو إن الحقيقة بواجه كل الإشادة والتحية للسيد وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، عنده نوع كبير من الوعي، وده اللي كنت لسه الرسالة اللي بوجهها دلوقتي للمصريين جميعا. وكنت بشكر السيد رئيس الجمهورية، بوجه رسالة للناس مهما اختلفنا في حاجات لازم نكون إيد واحدة نختلف، ولكن في النهاية إحنا إيد واحدة لمصلحة البلد. المهندس خالد عبد العزيز رغم ممكن يكون فيه اختلافات في وجهات النظر مع اتحاد الكرة ووزارة الرياضة وأزمة مباراة السنغال ولسه في جوابات وأمور راحة وأمور جاية، ولكن النهاردة قال لك صفحة كل ده النهاردة على جنب، ماشي في طريقه زي ما هو، ولكن على الجميع أن هو النهاردة يقفوا وراء المنتخب الوطني. ده وصول المنتخب الوطني فندق الإقامة يعني منذ لحظات. نجوم المنتخب الوطني هم الحقيقة الشباب عمرو جمال، حسام غالي، شريف إكرامي، كل النجوم يعني رامي ربيعة موجود هناك، باسم مرسي، الشناوي، عمر جابر، حازم إمام، إبراهيم صلاح، طارق حامد، كهربا. في أخبار النهاردة إن محمد صلاح هيكون موجود في استاد برج العرب لمؤازرة المنتخب الوطني يوم 17 في ماتش العودة. نتمنى لصلاح إن شاء الله بإذن الله السلامة. صلاح لعيب كبير ولعيب تقيل وسفير للكرة المصرية بالخارج، نتمنى له إن شاء الله بإذن الله يعني ان ربنا يوفقه وربنا يكرمه. عايز اقول لكم ان في كامبينه معموله بشكل قوي هتشوفوا ان شاء الله باذن الله في ماتش تشاد، يعني يوفت موجوده وكامبينه معموله جديده للمنتخب الوطني لزرع نوع من التحفيز والوصول للحلم وهو كاس العالم، الحلم اللي غاب عننا كتير جدا جدا جدا، ولكن ان شاء الله باذن الله مع الجيل العظيم ده. عايز اقول لكم ان اللعيبه اللي موجودين دلوقتي لعيبه محترمه ولعيبه كبيره جدا، لعيبه ملتزمه بشكل قوي جدا. انا كنت في زياره المنتخب يعني من يومين كده وشفت كوبر يتعامل مع اللعيبه ازاي، المعسكر الحقيقه مقفول عليه بشكل قوي جدا. وجود ايهاب الهيطة والجهاز الفني الجديد عامل نوع يعني من السريه بشكل كبير، واللي اثبت لي ان هم ناجحين بشكل قوي جدا. ان انا اللي شفته على الواقع غير الحقيقه اللي قريته في بعض الصحف. قلت لكم يعني شفت ايهاب الهيطة قاعد وناس بتكتب ان ايهاب في امريكا وان المدير الفني مستاء جدا، شفت ازاي العلاقه ما بين المدير الفني واللعيبه والناس كاتبه عكسها، شفت النهارده العلاقه ما بين لعيبه الاهلي والزمالك، شفت بعيني ما حدش قال لي، شفت النهارده علاقه حسام غالي بحازم امام، وشفت ناس مصممه الخلاف وزرع الفتيل وان كل واحد بيحضر القنابل في المنتخب وان بعت يجيب سكاكين حسام وان الدبابات بتاعت حازم واقفه على الباب. يا جماعه مش معقوله، يا جماعه مش معقوله. هو اللي يصحى تطلب معاه حاجه يكتبها وخلاص؟ عارف حاجه مش عارف حاجه وجرايد يعني اسامي كبيره وناس، واقعد اقرا اكني بقرا الحياه بقت فقره الكوميدي، لا حد عنده معلومه ولا حد فاهم حاجه. ناس كتير طبعا محترمه كتير جدا طبعا، ولكن في ناس بتكتب ما عندهاش معلومه، وفي ناس صاحبه مبدا انا ما جبتش المعلومه سيبني بقى انا مني لنفسي. يعني ايه منك لنفسك؟ يعني مني لنفسي بقى، انت مش هتديني المعلومه سيبني انا بقى، انا هروق الدنيا واكتب زي ما انت عايز، حقك. ما انت معاك قلم ومعاك ميكروفون تطلع تقطع في الناس وتنتقد في الناس وتشتم الناس براحتك، مفيش مشكله. ايه المشكله يعني؟ وفي النهايه هتقول اسف في اوضه كده، فاهم؟ لكن انك تقول كلمه كويسه او تقول حق ربنا، الحقيقه ده اللي احنا بنطلبه من الناس. وموجود طبعا ناس كتير ورموز كتير وناس محترمه كتير جدا، ولكن في ناس الحقيقه يعني زي ما بتطلب كده معاهم يعني بتدي وخلاص. عايز اقول لكم برضو ان دي النهارده لقطات من النهارده، تمرين النهارده في مشروع الهدف
لا المنتخب الوطني الأول. الكل الحقيقة يعني يتصارع لوجوده في القائمة الأساسية لماتش تشاد النهاردة. موجود في الهجوم كوكا، موجود في الهجوم باسم مرسي، موجود أحمد حسن مكي، موجود عمرو جمال. يا ترى النهاردة كوبر يعني بيفكر في إيه؟ اعتقد النهاردة الأربعة جاهزين بشكل قوي جدا. عمرو جمال بيأدي بشكل قوي جدا لأن هو حقيقة ما بيلعبش الفترة الماضية في منتخب في النادي الأهلي، ولكن عايز يقول لكوبر أنا جاهز، أنا هلعب في المنتخب، أنا أرجع الأهلي وأنا رأس حربة منتخب مصر. ساعات كتير كانت بتبقى الأمور كده، يعني ساعات كتير ولكل قاعدة شواذ. يعني كنا في الفترة الماضية كان الكابتن سيد معوض كان بيلعب أساسي في النادي الأهلي، أحمد شيد إناوي كان بيلعب أساسي في منتخب مصر مع برادلي، وكان سبحان الله يعني كيمياء. ناس كتير جدا بتتكلم على حسام غالي، وجع دماغها قوي بحسام غالي، اصل حسام غالي. يا جماعه حسام غالي ده حاجه كده، ظاهره كبيره، يعني زي ايه ابو تريكه، زي كابتن محمود الخطيب، زي حازم امام الكبير وحازم امام الصغير، زي اسامي كبيره جدا. لعيب كبير، لعيب ملتزم، لعيب محترم، لعيب في المنتخب، كابتن منتخب مصر، هو اللي بيقوم يتكلم في اي اجتماع. مفيش حاجه اسمها اصل انا مكشر، اصل كوبر مستني المجهول، ما حسام هيشارك ولا مش هيشارك. مفيش حاجه اسمها كده. اللي بيكتب كده فانت مغيب، يعني انت مش موجود اصلا في الصوره. الكل يتصارع وكل واحد عارف ان في كل توقيت انا اقدر اشارك بنسبه معينه، وفي كل وقت الفرصه لمين والافضليه لمين، وانا بادي ازاي. كلهم لعيبه كبار، يعني كلهم النهارده عارف ان النهارده اللي موجود في الملعب انا هنزل امتى، انا دوري ايه، انا هعمل ايه. ولكن النهارده كل واحد منهم عايز يثبت لكوبر انت ما ضمتني، انا عند حسن الظن، انت النهارده كنت على حق. مفيش حاجه اسمها النهارده ان انا لعيبه كشر عشان انا مش هبتدي او مش هنزل، او لو هتجيبني تجيبني اساسي. الكلام ده بقى كان هناك، يعني كان زمان الكلام ده، الكلام البلدي. الكلام دلوقتي انت تيجي منتخب مصر انا العيبك نمره واحد اتنين تلاته، دي بتاعتي. انت مرتضي بكده؟ تمام. انت مش مرتضي بكده؟ شكرا، ما تجيش منتخب مصر تاني. فمفيش حد النهارده حاجه اسمه منتخب مصر ده شرف لاي حد. ارتداء فانيله منتخب مصر ده شرف لاي حد، لاي لعيب. اللعيب النهارده اللي ما لعبش في منتخب مصر ملوش تاريخ. وجهه نظر انا الشخصيه يعني. يعني اقول لك اصل انا خدت بطولات مع الاهلي مع الزمالك هنا. طب حضرتك لعبت المنتخب؟ لا والله. شكرا. عايز اقول لكم ان طائره خاصه للفراعنه في رحله تشاد، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه بياكد على موافقه وزاره الطيران المدني على تخصيص طائره خاصه للمنتخب الاول لكره القدم في مباراته المقبله امام تشاد المقرر لها السبت المقبل في اطار التصفيات المؤهله لكاس العالم بروسيا. مجهود كبير الحقيقه من المهندس خالد عبد العزيز، وتنسيق اكثر من رائع مع الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكره، والمهندس طبعا هاني ابو ريده المشرف على المنتخب الاول. ويعني في حالة إن شاء الله بإذن الله كويسة وحالة نفسية جديدة يمر بيها. وكل الشكر طبعا لكابتن حسن فريد عضو نائب رئيس اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، يعني اللي كابتن حسن قدم اعتذار ولكن كان عامل مجهود كبير جدا مع المنتخب الوطني، وبنوجه له الحقيقة كل الشكر وكل التحية. كوبر يدافع عن اختياره لاعبي الاهلي والزمالك، بياكد الارجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الوطن ان اختيار معظم لاعبي المنتخب من الاهلي والزمالك يعود الى شراء القطبين لمعظم اللاعبين المميزين في مصر، ما يجعل اختياره يعني. اضاف كوبر في المؤتمر الصحفي معسكر المنتخب ان الفتره المقبله ستشهد ضم عناصر جديده من الفرق الاخرى، مقيداً سيكون لديه مساحه من الوقت اكبر لضم مجموعه من لاعبي تلك الفرق. عايز اقول لكم حاجه عشان الناس ما توجعش دماغها، هيكتور كوبر شغال بنظام، المنتخب مفتوح لاي واحد، ولكن على كل لعيب انه يثبت نفسه، ولكن في قوام للمنتخب الوطني، يعني قوام المنتخب الوطني 50 او 60 لعيب، هم دول اللي كوبر قعد معاهم، هو اللي قال لهم وجهه نظره، هم دول اللي بينفذوا سياسته، هم دول اللي على منظاره. اي واحد بيثبت خارج ال 50 60 دول ان هو على كفاءه عاليه جدا بينضم للمنتخب، ولكن هو دايما على راداره ال 50 60 لعيب دول، وده اللي كابتن اسامه نبيه في كل حديث بيطلع يقوله. البدري يختار 26 لاعب لتصفيات الاولمبياد بالسنغال. تضم القائمه 26 لاعبا هم مصعد عوض، محمود حمدي، وحسن شاهين حراس مرمى، محمد عادل جمعه، كريم ممدوح، محمود وحيد، ومحمد حمدي، ياسر ابراهيم، رجب نبيل، رامي ربيعه، ومحمود حمدي، ومحمود متولي، محمد فتحي، صالح جمعه،
محمود حمد عيد وكريم ندفد، رمضان صبحي، مصطفى فتحي، محمد أشرف وعماد حمدي ومحمد هاني وأسامة إبراهيم وكهربا، محمد سالم وحسين رجب وشكري نجيب. اتحاد الكرة بيكلف عامر حسين بالإشراف على تنظيم مباراة شاد، في خلاص اتفاق إن شاء الله بإذن الله 22,000 هيكونوا موجودين في استاد برج العرب لمتابعة مباراة المنتخب الوطني الثانية أو مباراة العودة أمام شاد، وإن شاء الله بإذن الله يكون المباراة الأولى نتيجتها إيجابية. طارق سليمان يقضي فترة معايشة في أتلتيكو مدريد الأسباني، وافق مجلس إدارة الأهلي على سفر طارق سليمان مدرب حراس المرمى إلى أسبانيا الأسبوع المقبل من أجل قضاء فترة معايشة في نادي أتلتيكو مدريد. كل التوفيق إن شاء الله لكابتن طارق سليمان من المدربين الكفء والمبشرين الحقيقة بمستقبل كبير في مركز في تدريب حراس مرمى، إن شاء الله يكون موجود في يوم الأيام في منتخب مصر. على فكرة كابتن طارق مع كابتن شاوي غريب اتعرض عليه منتخب مصر واعتذر علشان النادي الأهلي عشان يدي راجل حقه، يعني هو عنده انتماء كبير جدا للنادي الأهلي. عايز أقول لكم برضو يعني بنبارك لكابتن سمير عدلي وكان موجود امبارح مع كابتن حازم إمام على التليفون لتوليه منصب داخل إدارة النادي الأهلي، وبنبارك برضو لوليد مهدي منسق المنتخب الوطني السابق على توليه أيضا لبوزيشن جديد أو مركز جديد داخل النادي الأهلي، واختيارات الحقيقة يعني برضو اختيارات محترمة جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي. الناس دي ليها تاريخ كبير مع منتخب مصر وليها تاريخ كبير مع اتحاد الكورة، لأن الناس امبارح يعني بتقول إن برضو ممكن في اختياراتهم مجاملة حتى لو في اختلافات مع اتحاد الكورة أو وجهات نظر، ولكن يظل برضو تاريخ، ما تقدرش النهاردة تمسح تاريخهم على أخلاقيات عالية جدا وتاريخ محترم جدا وطبيعة الاحترافية إنك ممكن تمشي النهاردة من هنا تشتغل النهاردة كده. فالحقيقة بنوجه لهم كل التحيات وألف مبروك إن شاء الله بإذن الله، ويؤدي بشكل أكتر من رائع مع النادي الأهلي. الزمالك بيشترط التعاقد مع مهاجم سوبر لاحتراف مرسي، يعني أنا شايف بس الموضوع بدري شوية، ولكن ادوا له الضوء الأخضر إن لو جاب عرض محترم وهم عملوا صفقة قوية هيخلوه يحترف. الزمالك يعرض أبو جبل للبيع في يناير، و75 ألف جنيه لكل لاعب بالزمالك، وتكريم الخطيب والغزال في يوم التسامح العالمي. بكده خلصنا أخبارنا، نطلع تقرير سريع نسمع إيهاب ليطة مدير المنتخب الوطني بيقول إيه، وهكتر كوبر بيقول إيه في المؤتمر الصحفي المدير الفني للمنتخب الوطني، ونرجع نستقبل ضيفنا الناقد الرياضي الكبير الأستاذ محمود صبري وحديث عن الرياضة المصرية وأزمات الرياضة المصرية مع محمود صبري، ولكن بعد الفاصل. Todo lo que se hace para tener resultados. كل حاجة بنعملها من أجل حاجة واحدة، إن احنا نحصل على نتيجة جيدة إن شاء الله. Para eso siempre nos debemos preparar muy bien, sobre todo. بشكل جيد، نحضر الفرقة بشكل جيد. Muchísima gente o toda la gente pone muchas expectativas en el equipo nacional. في ناس كتير طبعا حاطين آمال وتوقعات كبيرة للفريق. Y atendiendo todas esas necesidades. Tenemos que hacer el máximo esfuerzo. Eso creo que cada uno de los jugadores que están aquí hoy concentrados lo entienden. كل اللاعبين الموجودين اللي احنا استدعيناهم كلهم متفاهمين جدا الروح دي والحماس ده. Y aquellos que no están por diferentes circunstancias también lo entienden. حتى اللاعبين اللي مش موجودين معنا في المعسكر ده متفاهمين جدا احساس الناس والجماهير ان احنا عايزين نحقق نتيجة ايجابية ان شاء الله. La idea siempre es tener un camino claro o por lo menos bastante claro. فكرتنا دايما احنا عندنا طريق واضح او خط واضح كلنا نمشي عليه. Que todo el mundo siga el mismo camino, esa es la idea. فكرتنا ان احنا كلنا نمشي على نفس الخط ده. No es fácil eso. De ninguna manera, aunque parezca a veces raro, no siempre todo el mundo está en el mismo camino. حتى احنا بنحاول احنا على قد ما نقدر احنا نمشي كلنا في نفس الطريق، لاعبين وجهاز فني واداريين. Pero este grupo y aquellos que no están hoy مجموعة اللعيبة الموجودين النهاردة حتى algunos, اللي مش موجودين algunos por lesiones otros porque no han sido convocados في لعيبة كتير مصابة في y hay otro en su lugar النهاردة أو في لعيبة موجودين بيحلوا مكانهم. Lo que intentamos tener claro es que nosotros nos vamos a aferrar a todos los que son positivos y están con la selección. بس احنا دايما يا جماعة بنعتمد على جميع اللاعبين الموجودين وان احنا دايما بنثق فيهم اكبر ثقة. No, Ramadan, mire, yo no castigo a nadie. طبعا انا مش بعاقب حد. No, ni tampoco soy juez para tomar ciertas decisiones. ولا انا القاضي ان انا اخد قرارات حازمه معايا كده. Lo que sí hemos, sí,
A mí no me ha gustado también lo que ha hecho. طبعا ما عجبنيش الحركة اللي هو عملها بشكل عام. Pero bueno, hemos preferido por esta convocatoria. لكن أنا فضلت في المعسكر ده. Traer a otro jugador. إن أنا أجيب لعيب مكانه. O no convocarlo. أو إن أنا ماخدوش منها ما استدعهوش. Siempre hay jugadores que van a quedar afuera. دايما في لعيبة يا جماعة بتبقى siempre hay gente que a lo mejor sí ha jugado muchos partidos. ممكن يكونوا لعبوا بشكل كبير. De todas maneras yo le voy a decir una cosa para resumir un poco el tema. أنا هلخص يعني. Yo miro jugadores. أنا بتفرج على لعيبة كتير. Los miro a casi todos. O intentamos verlos a todos. بحاول أتفرج على كل. No solamente yo. مش بس أنا. Hay mucha gente que trabaja conmigo. في مساعدين كتير بيشتغلوا معايا. De acuerdo a lo que nosotros queremos. بنتفق على بعض النقاط. Miramos a esos jugadores. ونتفرج على اللاعبين ونختار ما بينهم. A veces puede ser que un jugador que está convocado hoy para lo que queremos esté mejor que otro técnicamente puede ser físicamente puede ser psicológicamente puede ser evidentemente para que esté el señor Ashour convocado hoy tendríamos que sacar uno que está convocado es probable وده ممكن nos equivoquemos la convocatoria. ممكن يكون غلط في استدعاء في عدم bueno, استدعائه وممكن hemos elegido estos jugadores. اخترنا افضل لعيبه للمرحله الحاليه para esta eliminatoria. للتصفيات دي en poder pasar esta eliminatoria. وعشان نوصل لكاس العالم 2018 لازم نعدي اول خطوه اللي هي اول خطوه في التصفيات للمباراه القادمه. Las energías están puestas en este partido. كل طاقتنا في المباراة القادمة. De 180 minutos. اللي هي بتعتبر من 180 دقيقة مش 90 دقيقة. Que jugamos el primer tiempo. هنلعب الشوط الأول في تشاد. Y el segundo en Alejandría. والشوط الثاني في اسكندرية إن شاء الله. Creo que lo que vamos a enfrentar es una cosa diferente. أعتقد إن إحنا هنقابل فريق بشكل مختلف بتغير كتير. Porque se ha organizado mejor. أعتقد هو تنظم بشكل أكثر تنظيما بقى أكثر تنظيما. Es probable que tengamos más calor del que tuvimos esa vez. واحنا بقى هنواجه جو اكثر حراره. شافي tiene un parte médico. جماعه عبد الشافي جايب تقرير طبي وجايب اشعه ومصاب. Trajo un parte médico de su club. جايب اشعه وتقرير من النادي بتاعه. No creo que él no tenga ganas de estar en la selección. وانا متاكد ان هو طبعا عنده الرغبه وعنده الحماس ان هو يكون موجود معانا. احنا عندنا خطه معينه ماشيين عليها. زي دايما بكلم اللعيبه بشرح لهم احنا عندنا بناء بنبنيه مع بعض لو انت سالتني النهارده ازاي تشاد هتلعب انا ما اعرفش هتلعب ازاي بالظبط ممكن اتخيل نحلل من الفيديوهات بتاعتهم القديمه لكن الاهم اللي احنا هنعمل ايه في الماتش اللي هنفاجئ بيه الخصم ونحاول ان الفريق الخصم ما يفاجئناش بحاجه جديده دايما احنا كل المحاور كلها تعتمد علينا احنا انا شخصيا ما احبش اغير كتير على حسب المنافس تفاصيل صغيره جدا اعتبارات بعض الاعتبارات بس بعض التفاصيل الصغيره اللي ممكن تكون مهمه للفريق لكن بشكل عام طبعا الاهم هو احنا قبل كده مدير المنتخب الوطني المصري بالتاكيد طمنا كده عن اخر استعدادات المنتخب لمباراتين تشاد. مباراتين صعبين. مباراتين صعبين مش منحه الفنيه فقط منحه الاداريه كمان انت عندك في ظروف صعبه عندك في مباراتين في ثلاث ايام مباراه خارج مصر حتى المباراه اللي داخل مصر حتى خارج القاهره فده حمل كبير جدا على اللعيب حمل كبير على الجهاز يمكن هو برده في اختياراته حتى لما بيختار لعيب النهارده وكان بيختار لعيبه للمباراتين مع بعض حتى يمكن بعض اللعيبه المصابه كان بيجيبهم برده عشان يشوفهم للمباراه الثانيه فده كان فكره لكن ان شاء الله ربنا يوفقهم يعني هناك صعوبات ومشكلات في التوقيت الفرق ثلاث ايام اتغلبتوا عليها ازاي فرق الطيران فرق التوقيت يوم او حاجه بص انا زي ما قلت قبل كده يعني مشكورا طبعا اجهزه الدوله بتشتغل معاك انا بصراحه سعيد جدا في تحام في 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 حماس في 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 كله عايز يفرح كله عايز يفرح البلد دي كره قدم بالذات من الحاجات اللي ممكن تفرح الناس قوي وزاره الرياضه اهتمت معانا جدا في مع اتصال مع وزاره الطيران بتعدل الطيران اللي هو الطيران الرسمي بيتعدله عشان خاطر المنتخب المصري دي
كلها امور وزاره الدفاع وزاره مشكوره مهما اتكلمت. يعني انت بتتكلم استاد الجيش المصري استقبل مراسل المباراه ب 25,000 متفرج، دي كلها تدي للولاد احساس ان هو مش لوحده، انه فعلا الدوله واقفه معاه. مستر كوبر سعيد بتواجد الجمهور؟ طبعا سعيد جدا، سعيد بتواجد جمهور، سعيد بتواجد المسؤولين معاه لما بيتم وبيتابعوا، ودي كلها طبعا بيحس ان الامور ماشيه للحلم ان شاء الله. كان هناك زياره للسيد وزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز، ابرز ما قاله اللاعبين امس. هو امبارح اتكلم معاهم من ناحيه يعني المباراه لازم نستهينش بالفرق بالمستوى اقل من المستوى في المستوى الاقل من مستوى مصر، يعني اتكلم معاهم في هذا الموضوع، اتكلم معاهم في وعدهم برضو بمكافئات ان شاء الله بعد المباراتين دول، واتكلم برضو على المباراه الثانيه تكون في استاد الجيش المصري بجمهور، فاتكلم معاهم في ثلاث موضوعات دول، هم الولاد يعني حاسين بالمسؤوليه ان شاء الله. عبد الشافي هل فعلا ارسل تقرير طبي بالنسبه له ان هو اصابته بالفعل؟ عبد الشافي لعيب محترم، عبد الشافي لعيبه مصر كلها محترم، مفيش لعيب في مصر هيبخل ان هو يقدر يدي لبلده حاجه، مش لعيب كلنا، فللاسف للاسف كلام غير محترم بيتقال وبيتقال، واخدنا بقالنا يومين في هذا الموضوع على ولد محترم عايز يخدم البلد، جه وسلم على الجهاز وقدم تقريره بيعمل كده عشان يلعب مباراه في الدوري هناك او في الكاس او في، استحالة يا صراحة زي كده. الروح العامة لسيدة بتولي المهندس إيهاب مدير المنتخب، وأيضا الباشمهندس هاني أبو ريدة مشرف عام على المنتخب، شايفين روح عالية هتساعد المنتخب على الوصول إلى كأس العالم في روسيا؟ طبعا تواجد الكابتن هاني أبو ريدة كأشراف على المنتخب ده حاجة بسطة اللعيبة بسطة الجهاز، برضه أحب أشكر برضه الإشراف من كوبري كابتن حسن فريد الفترة اللي فاتت أدى دور جامد جدا في ظروف صعبة جدا، ربنا يكون كان في عونه، لكن شايف إن شاء الله ربنا وقف اتحاد الكرة بصفة عامة وفق مصر طبعا. يعني الفنادق هناك وطمنا على الملاعب وملعب المباراة، بلاش كلمة فنادق، إن هي فندق يعني، فلا الأمور كويسة إن شاء الله، الفندق كويس مستوى جيد، إحنا بعتنا برضو ناس قبلينا كده بيوم عشان يجهزوا هناك، السفارة المصرية عمل مجهود جامد جدا، شركة أمير العرب برضو عاملة مجهود جامد جدا، لا الأمور الحمد لله ربنا سهل إن شاء الله، نوصل بكرة يكون له حاجة مترتبة إن شاء الله. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين داخل ملعب اليوم في الجزء الثاني من حلقتنا، معايا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمود صبري، مشرفني منورنا يا فندم. سعيد موجود مع حضرتك، اتمنى اكون ضيف خفيف ان شاء الله. فندم يا رب يخليك ان شاء الله. يعني اول سؤال عايز اساله كده لحضرتك، الناس كده بتساله يعني في الشارع، رايك ايه في الاعلام الرياضي وفي الصحافه الرياضيه؟ بدايه سخنه جدا. اقول لحضرتك حاجه، انا بقيت متضايق جدا، بقيت متضايق يعني، شاف الناس بمنتهى الصراحه بالبلدي كده فكت. يعني ممكن مثلا حتى كان زمان انا بكتب حاجه تبقى مثلا مطابقه للواقع، اقرا دلوقتي حاجه مش موجوده خالص خالص، يعني انا بكذب نفسي، الاقي واحد كاتب كوبر ساير جدا من قبل، لقيت ان هو لسه في امريكا، انا كنت في ندوه معاهم مثلا او في اجتماع معاهم امبارح مثلا، والراجل كاتب الصبح كده، ده انت ما سالتش يعني، هو كل قصه انهم قافلين على المنتخب. واحد مثلا مراسل مثلا يجي يسالك و حضرتك مش شايف مثلا انت حرامي؟ فتبقى انت قاعد كده. طيب قله الادب دي يعني، يعني حتى في حتى ادب الحديث، ادب الاعتراض، ادب اي حاجه. لا انا حاسس حضرتك النهارده كل واحد معاه قلم ومعاه ميكروفون خلاص. طيب حضرتك ماشي. طيب حضرتك نيجي في البدايه نصنف ماذا تقصد بالاعلام الرياضي؟ في الصحافه المقروءه المكتوبه يعني، في مواقع التواصل، مواقع الانترنت كمان دلوقتي، مواقع رياضيه، كل فن، والاعلام اللي هي الشاشات الفضائيات. طيب الجورنال بيكتب موضوع، والموقع بيكتب موضوع، والفضائيات بتاخد الموضوع اخبار بتشتغل عليها، يتحلل، يتنتقد اللي كاتب، وتجيب المصدر يرد، يعني ايه ينجيب الصحفي كمان يرد على المصدر، وتبقى حد كده. ايه المطلوب حضرتك؟ حاجه واحده، لما اجي اتكلم دلوقتي الناس كلها تقول لك خلاص زمن الصحافه الورقيه اوشك على الانتهاء، انا بقول لهم لا. للاسف احنا عاوزين تموتوا الصحافه الورقيه، وانتوا بتعانوا دلوقتي الامر مما يحدث في المواقع الرياضيه للاسف، اللي انا بسمي 90% منها يمثل ماساه اللي احنا بنعيشه دلوقتي. 90% اللي بتكتب، تصريح جامد ده، 90% اللي بيتكتب للاسف، 10% واقدر اسمي لك مواقع اللي ان انت ممكن تخش تقرا وانت مطمن، يعني اسمي لك بالظبط 15 10 واكون مبالغ الى 15 موقع. لكن الباقي اصبحت المسائل دلوقتي
سيف زاهر حط ايده على خده يبقى زعلان اعمل لي خبر خلاص بقى الـ 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 رئيس التحرير او المسؤول عن الموقع مطالب انك انت عاوز كل ثانيه او كل خمس دقايق تحديث خبر باي بمعنى وبدون معنى دي حاجه. هناك ايضا صحافه على الانترنت وقليل منها الورقيه اللي هي تهوى مساله الفضايح يعني اللي هي الاثاره اللي بيقولوا عليها الصحافه الصفراء اللي هي الاثاره البحث عن الفضيحه اللي انت بتقول عليها انت حرامي طب انت كنت عملت مش عارف مين اتهامات وانا بستفزك فانت تروح ردد عليه شتمني فانا باخد اعمل ازمه فانا باخد من اعمل كده قضيه وكله يتهوى وكابتن سيف عمل مشكله اعتدى بال يعني فاهم انت حضرتك دي حاجه. الحاجه الثانيه طب انت عاوز تقضي على الموضوع ده ليه الناس بتلجا للبعض بيلجا اللي هو لاختلاق اخبار في جزئين في مصادر بتسرب اخبار حسب ما هي عايزه للصحفي في اساتذه داخل الانديه والاتحادات بيجيدوا تسريب الاخبار وحياكتها سيناريو والاخبار دي فيها جانب كبير جدا توجيه وفي جانب كبير اللي هو عاوز مش راضي على موضوع عاوز يبوظه فيسربه دي جزئيه ركز معايا في الجزئيه دي. وجزء اخر انت بتقفل الباب على الصحفي ما بتدوش معلومه يعني احنا اكتر ناس بتتكلم على المعلومه طب ايه ليه طب ما انت المفروض تعمل هنا حلقه تواصل يعني ايه حلقه تواصل يعني لما اجي اقول لك ايه المنتخب قفل الباب وممنوع حد يحضر التمرين او ممنوع حد يقرب من اتحاد الكوره لا طب لا لازم يكون عندك انت مثلا لا 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 مش قصدي كده يا فندم لا 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 ما هو ده دلوقتي ما يرضيش الصحفي ما لما انا بقول لك ده ما يرضهوش ما انا بتكلم يعني على حضرتك لا ما انا بتكلم على ايه انت في الحاله دي بتدي له فرصه ان هو ايه انت بتضيق عليه فانا هضطر انا ما بضيقش عليه انا بديله انا بديله المعلومه المشروعه حلو الكلام كويس؟ انا معاك انا هل معاك. هل حضرتك في اجتماع مجلس اداره اتحاد الكوره هل حضرتك مستني تاخد القرارات او حضرتك مستني تسمع وجهات النظر ولا حضرتك مستني تعرف مين دخل الحمام مين شرب سيجاره على مين تحت المكتب مين اكل سندوتش جمبري مين اكل سندوتش جبنه يعني انت مستني تسمع ايه سواء ما انا مش مختلف معاك انا بقول لحضرتك ايه في الفلفل والشطه في الصحافه اللي هم مطلوبين ده حديثا ولا طول عمرها لا طول عمرها طول عمرها لا طول عمرها مش حديثا لا ده في ناس معلش في المتخصصين في البحث انا لما اجي مثلا اكلمك عن نفسي انا من هواة البحث وراء الخبر يعني انت ما تقوليش خبر قرر مجلس اداره النادي الاهلي مثلا تعيين فلان الفلان كويس وانا مش هستسلم عند النقطه دي واقف لا انا هدور على تفاصيل الخبر جه ازاي تمام والتعيين ومن اللي قدم وبتاع في اطار في اطار في اطار البحث عن خبر وتفاصيله. طب حضرتك وانت بتدور ما لقيتش حاجه تخترع له لا لا يمكن هنا بيتوقف عليك بقى الضمير المهني والمدرسه اللي انت تربيت فيها وتعلمت فيها يعني انت لما تيجي تقول لي فابريك خبر اقول لك ان انا فاشل بدرجه 100% انا بكلمك على نفسي بس انا فاشل في درجه في مساله الفبركه اي بس بقى في عقوبه دلوقتي ان انت ما تدينيش المعلومه اللي انا عايزها فهعاقبك مش مساله ما تدوش ما انت برضو لابد برضو يا كابتن سيف في حاجه ما انت برضو ما تجيش تقفل عليا كده وعاوز تموتني ما انا ما موتكش بس ودايما الصحافه هي المتهمه والنقطه الضعيفه اللي احنا نهاجمها يعني اقول لك تحصل مشكله احنا على فكره احنا بنهاجم نفسنا ما انا بقول لحضرتك يعني انا بهاجم ايه انا باجي معاه ميكروفون اللي هو انا قبل حضرتك ما انا واخد بس اقول لحضرتك على حاجه انت دلوقتي الصحافه بتأدي رسالتها خلاص القارئ يستطيع يميز خلي بالك القارئ ذكي جدا وفاهم وما تقدرش تضحك عليه والمشاهد ايضا له اذن وله عينين وشايف سيف وهو بيتكلم عنده وجهه نظر في كلامه لهدف معين ولا مش هتقدر تضحك عليه فانا عاوز اقول لك الصحفي بيتعرف وتجد لك ناس متابعين خلي بالك يعني انت في ناس بتتابعك خلاص ارتبطت بيك فعارفه انك انت راجل مش بتاع تاديف ولا لك غرض ولا مرض عند حد فبقى ملتزم وفي ناس تانية تاخذ من الكلام وتحبكه وتلون منه سمعات فانا عاوز اقول لك ايه احنا في الاجواء اللي احنا عايزينها في الايام دي احنا في زمن صعب عشان اكون صعب عايزين ايه بقى لا زمن صعب والقامات والهامات الكبيره اللي كانت بتوجه ربنا يرحمه ماتوا واللي طالعين واللي فاضلين ما يتعدوش 10% وعندك ازمه اخلاق
أساسية. أزمة الأخلاق دي، أنا أحلى جملة سمعتها، أنا بقول لحضرتك أزمة أخلاق دي تنطبق على الجو العام كمجموع الإعلام فضائي إنترنت مكتوب، والمصادر بذات الدرجة الخطورة. زي ما أنا قلت لحضرتك، في مصدر بيديك بتاخد منه خبر وما بتدورش وراه، وفي مصدر بتاخد منه خبر ممكن تعد صوابعك. يعني لما يكون عندك الخبرات بتبقى عارف لو سيف زهري خدت منه خبر ليه هدف ولا لا من الخبر، او بيسرب لك معلومه هتقول او واحد يطلع يقول لك ايه وهو ليه سرب المعلومه. ما ينفعش. مش مساله انه سرب معلومه، انا عاوز معلومه دلوقتي كجورنان، هقفل الجورنان بتاعي يا اما تديني المعلومه واتناقش معاك. بس انا بسال حضرتك فندم، انا اتناقش مع حضرتك. لا بس في واحد بس ثاني فندم، في واحد بيوصل دون ان يمس شخص، يعني ايه طالما لم اقترب من حياتك الشخصيه وانت رجل قابلت العمل العام عليك انك انت تتحمل. بس مش لازم اجيبها في، مش لازم اجيبها في الغرف المغلقه. لا يعني يعني سيبني اختلف في الغرف المغلقه واطلع لك بمعلومه. ماشي الكلام. يعني يعني ليه مصمم اجيب المعلومه وانتوا قاعدين جوه الاوضه حصل ايه؟ ماشي، ما دي الـ 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 المعلومه اللي جوه الاوضه دي ما تلمش عليها الصحفي بقدر. ما هنا انا برافو عليك يا فندم، صح. انا قلت اللي بياخد معلومه طبعا حقه ان هو يطلع بيها، ماشي. ولكن اللي يطلعها، اللي يطلعها ثانيه كابتن، عيب ان يطلعها غلطان. بس يكتبها ازاي؟ في فرق في تناولها، ان يكتب كل اللي موجود هيكتبها اكتر مما خدها. لا لا لا، يعني لو قالوا شدوا مع بعض هيقولوا ضربوا بعض بالكراسي. لا لا، بص حضرتك، على بقول لحضرتك على حاجه، هنا انت بتفتقد هنا فئه المصداقيه. يعني ما دلوقتي لما يجي مثلا محرر زميل معايا ويجيب لي معلومة، مثلا لو أنا راجل مثلا بدير الشغل مثلا في الأعراب، بعد خبرتي دي كلها أقدر أقيم اللي جايين وأقدر أقول له اكتب إيه ما تكتبش، وسياسة الجورنان عايزة إيه. يعني جورنان زي الأهرام لما تكلم، لا سياسة هادية، ما عندناش العبارات اللي هي تنطلي على الحاجات اللي هي زعقة جدا، والهجوم والتروي الحياة الشخصية مرفوضة بتاتا وكلين إلا بمستند أو بتصريح رسمي حوالين شخص، وإلا عليك انك انت تتحمل نتيجة ما تكتبه. فانا عايز اقول لحضرتك ايه، احنا بنعيش في دايرة وفي ازمة مغلقة. انا بجسدها لك، اقسم لك بالله، مصادر للأسف للأسف غياب المعلومة يؤدي انك تجبر، وانا بشفق على يعني الصحفيين الشبان، انت بتجبره على انه يجيب شغله. بس خلي بال حضرتك في نقطة ثانية يا استاذ محمود، وصراع برضو الصحفيين والإعلاميين، الصراع ان هو انا عايز ابقى الافضل، فممكن انا عايز اطلع بمعلومه واقول حاجه عشان اتميز عليك كويس، اعور الناس. يعني انا برضو مش جايبها بنسبه 100%. يعني انا مثلا واحد من الناس، انا مثلا يعني ناس كتير جدا افاضل امين جدا كبار، وانا اقل واحد. يجي لي مثلا خبر ده في مثلا شيك على واحد، او واحد عنده مشكله ماديه مش عارف فين او بتاع او قضيه ايه، ماليش دعوه بيها طبعا. وجهه نظري، يقول لك ليه يا عم ماليش دعوه. يا عم انا ماليش دعوه بيه، انا على خلاف مثلا مع سي من الناس او كابتن فلان مثلا جم عنده مشكله فمسكوه كويس، جزء سياسي او دوله او قانون، ماليش دعوه بيها. ممكن اجيبه على الشاشه واقعد خلاص، انا وجهه نظري كده، انا اختلف مع حضرتك في وجهه نظر رياضيه رياضيه، لا ليا دعوه بالذمه الماليه ولا بحاجه شخصيه. متفق مع حضرتك ولا بحاجه. انا يا فندم متفق مع حضرتك، وانا ارفض لغه الابتزاز، مع انه باتت هي المسيطره، وبات معلش بكامل احترامي ليك اتكلم صراحه، احنا عندنا مصادر وعندنا ناس كتير جدا للاسف بتحط 100 خط في تعامل مع اشخاص عارفين ان هم مبتزين بالدرجه الاولى، ويتعاملوا مع من يحترمهم ويتناول موضوعاتهم بهدوء يستخفوا منه، يعني انسان عادي طبيعي. يعني بمعنى ايه اقولها لك صراحه واكثر تفسرها لك، زي ما احنا بنقول على الطيب عبيط وهبل. شوف 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 تفسير المجتمع بتاعنا وصل لازمه الاخلاق لدرجه ايه، ان احنا بنصف الانسان الطيب المحترم بانه عبيط وهبل نضحك عليه. ها وانت اكيد راجل موجود وعندك خبراتك من نادي الصيد ثم اتحاد الكوره، وشفت كتير قوي وتعاملت مع اعضاء مجلس اداره، هتلاقي فيهم ناس محترمين ومؤدبين يكونوا ربما داخل دايرة المجلس مش مسار اهتمام رئيس النادي والنائب في القرارات. لا انا اعمل حساب مثلا لسيف زاهر لانه صوته عالي مثلا، هنخاف منه، لكن اللي جنب سيف زاهر يا عم بنهرد بكلمتين، هنا انقلب الحال، انقلب الحال. فانت تجد في الاعلام الفضائيات بات صراع شرس على من يفوز بالكعكة،
ويرى كثيرا من الكعكة انه كل مزيدا من الفضائح مع كامل احترامي ومزيد من المشاكل ومزيد من التصريحات المثيرة ومزيد من مسألة ان انا اتنين يخبطوا في بعض فانا بعمل بقى حالة من ايه ان انا عندي حالة وانا راجل متشاف يبقى انا عندي الاعلانات. هنا انت فقدت الجانب الاخلاقي، رسالتك هنا مش محدودة، دي حاجة. حاجة تانية، الانترنت غير مراقب على الاطلاق. عاوز اقول ايه، كثير من المواقع للأسف بتكتب حاجات تصيب بحالة من الغزة. الصحافة الورقية في محنة في محنة في ظل الحرب الشرسة اللي احنا شايفينها دي، مع السرعة ما عادش الخبر هو المفيد، بات المهم للصحافة الورقية ان تقدم ما وراء الخبر. طب عايز اسأل حضرتك سؤال تاني، ليه احنا يعني دايما، انا بقالي فترة اقول يا جماعة البلد مصلحة البلد لازم نبص لأبعد من كده، ملف يخص المهندس خالد عبد العزيز. ليه جميع الاعلاميين والصحفيين والناس، واحد النهارده مثلا مختلف مع المهندس محمود طاهر او مع المستشار مرتضى منصور او مع الاستاذ جمال علام، عايز يمشي النادي الاهلي زمالك اتحاد كوره، يوم رساله للوزير على طول، صحفي اعلامي اي حاجه، انت فين يا سياده الوزير؟ ايه الضعف اللي انت فيه ده؟ خش حل، خش خد موقف. في كل ازمه يتعرض ليها الزمالك او الاهلي او اتحاد الكوره نفس الكلام، يرد ده بيتكتب في مقال مثلا فندم، في مقال مقال يعني مقال راي يعني مقال راي في فرق بين مقال الراي وفرق بين التقرير الخبري. لا 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 فندم، احنا بقينا بص يا فندم احنا بقينا فاهمين خلاص، خلاص يعني بقينا فاهمين النهارده مثلا خلاص بقى انا بقرا الفلان عارف خلاص اتجاهي. مشكله في اتحاد الكوره فنكتب رساله الى وزير الرياضه او الاول الاهلي او الزمالك، ده بيبقى اول كارت، ثم ابتدي اخش بعد كده اهاجمه، ثم ابتدي اخش ايه اديله جامد بقى في الفضائيات. انا ليه بقى اتجاه؟ طب يا جماعه انت مختلف مع الاهلي او الزمالك او اتحاد الكوره، هناك دوله جديده اسمها دوله المؤسسات. يعني مجلس اداره النادي الاهلي اللي جابه هو اللي يمشيه، مجلس اداره الزمالك اللي جابه يمشيه، اتحاد الكوره اللي جابه يمشيه، مين اللي جابه؟ الجمعيه العموميه. غير وجود خلاف على المال العام، فاهم قصدي؟ فالنهارده حكم او تحقيق في النيابه، فسيادتك اتكل على الله تروح. الناس النهارده مفيش تقبل لده، يقول لك فزعت ايه؟ والناس شخصيات قامات تطلع وتتكلم وتقول ايه فزاعه وتدخل حكومي، خش يا سياده الوزير جمد قلبك. جمد قلبك ايه يا خناقه في امبابه نتخانق عشان خش وجمد قلب؟ واللي بيتكلم يعني انا وانا قاعد مشاهد اسمع حضرتك قامه وراجل تاريخ وراجل ليك وجهات نظر، ازاي حضرتك عايز تصدر المشهد للناس كده؟ ازاي حضرتك عايز النهارده تطلعنا من دوله النهارده مؤسسات عانينا بيها سنين فاتت؟ اللي بيجي يقعد على الكرسي من حقه يمشي ومن حقه يجيب ومن حقه، ليه ما فيش قانون وليه كل واحد ياخد دوره؟ هل ده حضرتك مش معلن للناس، مش معروف للناس؟ احنا حضرتك انت بتتكلم في موضوع، خلي بالك ده عاوز حكايه الدولة والمؤسسات. فوق راس المباب يا عم مهيب ما تقلقش. مهيب مع كل احترامنا للمباب، فوق راس يا عم المباب. لا المباب واللي منها. يا عم يعني عايز اقول لحضرتك على حاجة. اللي انت حضرتك بتقوله تدخل يا وزير الرياضة والحق في الاهلي ازمة وفي الزمالك ازمة وفي احنا كده بناكد على انه الحكومه امنا ومرتبطين بيها ومش هنسيبها. يا فندم يعني ما هو حلها لك. ما انا بقول لحضرتك اهو. ما انا بقول لحضرتك على طيب كاتب المقال مثلا هل هدفه هو الصالح العام؟ لا، ما انا اديني بصورة الهدف صالح العام ولا تحقيق للمصلحه الشخصيه، ان انا متضايق من سيف فانا عاوز امشي ولا اختلفنا في وجهات نظر؟ ما هو الهدف؟ الهدف ده مين بقى يحدده حضرتك؟ القارئ بقى، ارجع لك للقارئ برضو تاني. القارئ ذكي وفاهم كويس جدا من اللي بتكتب ايه، يعني ايه الكاتب ده عاوز يوصل رساله لمين. فانا مثلا هاجي القضيه مثلا زي بتاع اتحاد الكوره ومباراه السنغال، ماشي، اللي احنا لغايه دلوقتي الناس عماله تكتب فيها كل يوم، عمال يطلع ورق والجرايد تكتب والتحليل وما طلعش، وطلع الوزير قال لك خلاص الموضوع يا جماعه وصفحه واحنا والمرحله وما فيش ثبت وخلاص والاخطاء وتعاقبوا والناس مشيت والكلام ده. طب خلاص ما دام كده طلعت المسائل واتضح وما دام ما ثبتش انه في حد تربح من ورا الموضوع خلاص انا الموضوع القضيه عندي انتهت، انا كتبت خبر انه في خطا في الحته الفلانيه خلاص. من الخطا، انا بقولها لك اهو، من الخطا ان انا اشخصن الموضوع ان انا امسك مثلا سيف زاركا رئيس البعثه هو المسؤول، لا ده في اتحاد كوره مضى وحط شرط جزائي خلاص وفي ورق كان موجود وناس ما طلعتوش عشان بيصفوا مثلا خلافات مع بعض
والناس عملوا تحقيق والتحقيق أصفر على إنه الناس دي تحملت المسؤولية وشكرا يا جماعة وتفضلوا وامشي خلاص الموضوع انتهى. لكن مسألة إن أنا عاوز أجيب وأركز وأبحث وأحفر وأدور وهدفي إن أنا لازم أحبس سيف زاهر في الموضوع عشان هو اللي يا جماعة ما خلاص انتهى الموضوع. النقطة دي برضو يا كبس بيحكمها برضو بقولك أهو بيحكمها الضمير والضمير غائب والضمير أنا بقوله لك في أجازة في أجازة أقسم لك بالله في أجازة الأخلاق في أجازة خلاص ما معودناش بنحترم الصوت الهادي احنا نحب الصوت العالي ونخاف منه ونعمل له ألف حساب اللي يتكلم معاك بهدوء ولا بينقدك بهدوء وتنو موضوع ما تحطوش في اعتبارك لكن أنا خاف اللي قال ملازع اللي بيعرف يبتزني كويس جدا اللي ليه ميكروفون بيعرف يشتم ويجيب ناس تدخل تهاجمني هم دول اللي بتعمل لهم حساب. ده الآية المقلوبة بس النظيف ما يخافش لا ما يخاف أصلا لا أصلا ما عنديش حاجة أبكي عليها ما أنا بسألك سؤال ده وأنا أنت عندك حاجة تبكي عليها الحمد لله حد في حد ليه حاجة عليك أنا لما تيجي تكلمني مثلا لما تكلم على مشكلتي مثلا في مع في النادي الأهلي الأزمة بتاعت النادي الأهلي خلاص وقال لك الأهرام وموقف طب فين موقف الأهرام ما فيش إحنا تناولنا مشاكل نقد إيجابي اللي عنده كلمة واحدة اتقالت على سبب شخصي على بالعكس في امور احنا رفضنا نشرها وقفلنا الدفتر وشكرا كده وانتهى الموضوع عشان ما اقول شيء مثلا فلان واخد موقف من فلان او في نادي الزمان فانت لما تيجي تقول انت محتاج ان هنا المنظومه كلها بقى بس موقفك الحقيقه في النادي الاهلي كان حيادي يعني حتى مؤخرا شفت القصه ماشيه بامور محترمه ودي حاجه الحقيقه برضو تشكر عليها انا النهارده اللي بيتبنى موقف ليس لنا مصالح يا حتى النهارده اللي بيتبنى موقف ويعدل انا احكي لحضرتك قصه غريبه جدا يعني مهيب بيقول لي اسمح محمود صابر من الصحابين الكبار لا معلومه بصراحه اضفت لي ف مثلا حد ممكن بيكتب في جورنال او صحفي او اي حاجه كتب موضوع يعني كتب قصه والحقيقه في زملاء اعلاميين مثلا كابتن احمد شوبير من المراحل كابتن خالد غندور يعني كابتن مدحت شلبي الناس دي بالذات في حتة أقعد أتفرج كده على حلقة ألي بيقول حاجة معينة فكلمه أهتم إن أنا تاني يوم الصبح أكلمه يا فندم الموضوع اللي حضرتك حكيته في ثلاث حاجات صح كان في كسور فعلا كذا بس النقطتين دول ما كانوش موجودين يعني حتى ما كنا في دبي دي ودي ما حصلش اللي حصل واحد اتنين ثلاثة أربعة علي يطلع تاني الصبح يطلع تاني يوم يقول أنا مبارح مثلا سيف كلمني والموضوع ده كذا كذا ولكن بقيت معلوماتنا تمام في حد مثلا يكتب مثلا في جورنال او عنده برنامج او عنده هدف او الله يعينه في اللي هو فيه يكلمني علاقه طيبه جدا سيف الموضوع وانا هاجمك براحتك يعني هاجم زي ما انت عايز بس اللي حضرتك بتقوله غلط لان في 1 2 3 4 ده حضرتك اي حاجه تانية اقولها في غلطات كتير واخطاء كتير واخطاء اداريه اقول زي ما انت عايز وانا طلعت هاجمت اتحاد الكوره وزي ما حضرتك عايز تمام لا خلاص انت كده وضحت لي القصه اتفرج تاني يوم في التلفزيون اكني كنت بكلم نفسي يعني اكني طلبت مثلا اطلب سندوتشات من حد فرد عليا مثلا قعدت اكلمه ما قلتش حاجه ابص كده طب انت ضيعت وقتك معايا ليه يعني انت حضرتك عندك اتجاه انت حضرتك سمعت مني انت واخد قرارك يعني انت اصلا واخد قرارك كلمتني ليه وتناقشت معايا استمر في الضغط والضرب وخلاص صح انت كلمتني ليه هو ده اللي انا بستغربه حضرتك النهارده بقى بتدور على المصدر ليه انت عندك وجهه نظر خلاص انا سيف ده مش طايق وهفضل اشتمه استمر شتمته انت جيت كلمتني قلت لك عندك حق حصل كذا كذا وانا بفضل الله في حاجات صريحه حتى لو على نفسي كان ده غلط وده غلط وده غلط زي ما حضرتك قبل هو كده بتقول لي على السنغال قلت حضرتك ده كان غلط وغلط وغلط ولكن الحته دي ما كانتش موجوده ودي مش صح ودي مش صح خلاص حضرتك استمرت فيها هي طب يعني خلاص ايه بقى الرساله هنا حضرتك كده راجل يعني اللي عمل بيعمل نفس الاسلوب ده يعني انا اخذت رايي هاجمت حضرتك مثلا في الاهرام مثلا وانت كده اتصلت بيا وقلت لي لا انا عاوز اوضح من حقك التوضيح ومن حق ان انا انشر لك في نفس المساحه طالما ان المساله دخلت في اطار انا بقول لك اهو النقد الموضوعي انت راجل تحملت المسؤوليه العمل العام فعليك تتحمل والله النقد. في ناس يا فندم في صحفي في الاهرام اسمه احمد طاهر معاكم احمد استاذ احمد طاهر يا اخو انا الحقيقه عمري ما شرفت بيه بفتح يوم الجمعة لقيته كاتب إن مش عارف كاس الأمم الأفريقية ولا كاس العالم في مصر والملف في النيابة وبتاع وأسامي وفلان وفلان وبتاع واسمي فطلبته
فندم انا الحقيقه لا عمري قبل ما اخش اتحاد الكوره دخلت لجنه ولا دخلوني لجنه وما كنتش يعني ما كنتش رافض، بس عمرهم ما قالوا لي يعني عمر ما حد جه قال لي ولا عمر حد قال لي تعالى يعني بخبراتك نستفيد ولا نعمل، ما كنتش موجود اصلا على الساحه. حضرتك بتتكلم في حاجه كنت انا فيها في يعني بتفرج على التلفزيون على القهوه ما عنديش. قال لي ازاي الكلام ده؟ طب بعد اذنك سيبني انا اتاكد، لو كده انا هدي لك حقك. قفلت معاه متشكر يا فندم وبتاع، قلت ايه يبقى قابلني لو الراجل ده عمل حاجه. عمل موضوع نص صفحه وكتب الاسامي خلاص هيكتب يقول ايه يعني. الجمعه اللي بعدها في نفس المكان كاتب تكمله الموضوع وكاتب ان هو راح جاب الورق وبص في الورق وتحرى الدقه وبتاع، ولقى ان انا مش موجود اصلا في الموضوع، لا كنت في لجنه ولا كنت ولا كنت ولا كنت. الحقيقه انبسطت جدا، كلمته شكرته، راجل محترم جدا، ولا عمري قعدت معاه ولا بينا علاقه ولا والله العظيم لو شفته في الشارع ما اعرفوش ولا هو يعرفني. استاذ احمد طاهر زميلنا في الاهرام وهو يعني كان كابتن برضو مصر في الاسكواش ومن المدربين، كان قائد النادي الاهلي فتره وراجل شخصيه ولا عايز اقول لحضرتك حاجه ولا طلبني مثلا بعدها اصل موضوع فلاني ولا عايز مني حاجه. انا حتى استغربت يعني قلت ايه اكيد ده مثلا هنبقى انتيم بقى، راجل عمل معايا واجب فيه ولا اي حاجه قدرت تشرفت بيه. ده موقف كويس جدا يعني، راجل محترم يعني. انت اولا اسلكت صدر انا على المستوى الشخصي. لا طب لا طبعا ان هو رد ده اللي حضرتك، ده اللي عاوز اقول لك ايه، ده هو المفروض، ده هو المفروض. ولما تحصل حاجه زي كده المفروض الموقف والقرار يثمن يعني، تبقى حاجه كويسه، وده المفروض ان احنا نكون عليه. بمعنى ايه؟ في بعض الفضائيات بيتبنى البعض بشراسه راي المصدر، راي المصدر بيبقى بالنسبه له واحد واثنين وثلاثه وحاسم قراره، ولما يجي يستمع للصحفي يقدر يقطعه في المداخله 16 مره عشان ما ادوش فرصه يقول اللي هو عايزه. هو عايز يوصل رساله، خلاص الرساله بتاعته وصلت، وبيرى انه ايه، اذا كنت انت برنامجك مع كامل احترامي قائم على ما تكتبه الصحافه. يعني انت ما جبتناش قضيه الراي العام، ولا انت نزلت جبت الخبر، ولا انت بتاخد اللي مكتوب وبتعمل من خلاله البرنامج. لا يجوز ليك انك انت شايف عشان علاقتك بالمصدر هو هيوفر لك وكاميراتك تدخل النادي وتبقى معاك اللعيبه، فانت بقى ترى انه الاعلامي او الصحفي النقطه الضعيفه بالنسبه لك فتهاجمه. ممكن اسال حضرتك سؤال بيني وبينك من غير ما الناس تسمعنا؟ لو انت عندك مصدر قاعد على ترابيزه بيحكي لك كل حاجه، فلان اتخانق على ده وفلان شتم ده، وممكن يفتح لك التليفون ويعمل لك مصدر مهم بالنسبه لك تاخد منه معلومات. طبعا انت من جواك بتحبه او بتحترمه؟ ده بموت فيه. طيب هقول لك بكرهه. لا انت بتدور على حته تانية. الحته التانية دي بامانه شديده يعني، لا اولا انا تعاملنا في الصحافه مع اصعب مدرسه، ومدرسه تعلمك الحكمه، مدرسه النادي الاهلي طبعا. يعني مدرسه صعبه جدا، ده اللي ما حضروش الاهلي مثلا فتره الراحل الكابتن صالح سليم، وبقى الشغل اللي جامد كانوا كلنا أربعة خمسة، كان صعب جدا تاخد، لما تاخد خبر تبقى انت عملت حاجة انجاز، وقتها كان تلات اربع جرايد. النهاردة كل شيء متاح خلاص. دلوقتي مجلس ادارة النادي الاهلي على الواتساب، الاجتماع شغال والناس على الواتساب شغالة الاخبار. اعترضت يعني انت على تسريب كابتن علاء عبد الصمد؟ لا كابتن، لا انا اكمل احترامي، انا شايف ان علاء عبد الصادق باللي عمله هو كان الصح. كان ممكن علاء عبد الصادق يطلع على قناه فضائيه زي ما ناس كتيره بتعمل ويقول اللي هو عايزه بتفاصيل ويولع الدنيا، وفي الحاله دي علاء هو اللي هيخسر. ما هو ولع الدنيا. ما انا بقى اكلم حضرتك، انت ممكن يكون وجهه نظر، لكن علاء كتب تقرير وسلمه لاداره النادي خلاص، واتختب ودخل التقرير، وبعت مثلا نسخه على كل ايميل من ايميلات مجلس الاداره وسلمه. وانا اجزم لك انا بقول لك اهو، واتعامل مع علاء عبد الصادق منذ اكثر من 17 سنه كصحفي، يعني ايه كصحفي اهو، وتولى مسؤوليه مدير كوره في النادي الاهلي. صعب جدا، مش مجامله ليه، صعب جدا تاخد منه كلمه مش تاخد منه خبر. من النوادر، شخصيه محترمه طبعا، انا بكلمك اهو من النوادر، ومن الناس اللي تربوا في الاهلي كويس جدا وحافظين، ودي المدرسه اللي هي بتاعت مين بقى؟ طارق سليم، حسن حمدي. بس الفينشينج ده مش المدرسه بتاعته. لا ثواني، انا بكلمك اهو، اللقطه الاخيره دي. طب ثواني بس اتكلم حضرتك اهو، مش دي مدرسه كابتن طارق. علاء اتعرض للهجوم والنقد لانه الحلقه الضعيفه هو علاء. تمام،
لكن مجلس اداره الاهلي اقوى منه مليون مره. لكن انا بقول لحضرتك انت دلوقتي في اتحاد، خلي بال حضرتك ثانيه فاهم، انت في اتحاد الكوره ديك اهو الكلمه دي، الكلمه دي مش صح. يعني مجلس مجلس الاداره مش اقوى، مجلس الاداره بيحاسب على الفاتوره كلها، وكابتن علاء بيحاسب على فاتوره معينه زي ما حضرتك قلت دلوقتي. اتحاد الكوره اتحاد الكوره مش كابتن سمير عدلي ودكتور عبد العزيز ووليد مهدي ومصطفى، كل الناس دي اللي راح لاتحاد الكوره لهم كل احترام، شخصيات محترمه جدا، مش حاسبه على فاتوره، حاسبه على فاتوره تمام. اتحاد الكوره بقى بالكامل اللي بيشتم بقاله دلوقتي شهرين كل واحد يقول له عايز، مش حاسب على فاتوره؟ اه طبعا. هل هو اقوى منهم؟ ده هو اخذ الشتيم اكتر منهم. ما ثواني بس كابتن، انا سلمتك التقرير يا كابتن سيف. اتفضل. هو لو انا عايز اطلع دلوقتي على الهواء حضرتك وانت راجل في اتحاد كوره دلوقتي وحصل الظروف وقلت اتحاد الكوره السلام عليكم وانا ماشي، تمام، جيت انت راجل كتبت تقرير عن فتره اللي انت عدتها وقلت يا جماعه الاسباب اللي انا شايفها 1 2 وحضرتك بتكتبه لمين انا؟ ها؟ بتكتبه لمجلس الاداره يا فندم؟ لمجلس الاداره؟ اعمل تقرير واحد. هو تقرير واحد دول 11 ثواني 11 نص ثواني يا فندم. يعني ما انا عملت تقرير واحد وصورته يا استاذ محمد. طب ثواني يا فندم، اديته انا فاهم حضرتك يعني واديته انت سبته في مجلس الاداره وسلمته بصوره رسميه. انا اجزم لك انه اللي سرب الموضوع عضو مجلس اداره في النادي الاهلي ولو هدف. على فكره انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ما هو انت حضرتك بسيط خلاص يعني. انا جاده بس انا مختلف مع كابتن علاء في الحته دي بس مختلف في ايه؟ هو حضرتك النهارده انت حضرتك قصدك كان انت سلمته لاداره النادي بس وما بعتوش لحد تاني. هو النهارده يا فندم انا النهارده ممكن ما سربش حاجه بس ممكن اعمل ايه؟ اقوم جاي مدي الواحد خد خلي ده معاك انا بس ايه؟ هروح اشتري سندوتشات نص ساعه وارجع اخد منه الحاجه. والله ما سربته. طب ما انا طب ما حضرتك النهارده انا ليه في اليات عشان الحاجه ما تطلعش اليات. يعني حد حضرتك مثلا انا فاضل لي دقيقه بس هقول لحضرتك حاجه. انا رجعت من السنغال قالوا لي التقرير بتاع السفريه، عملت تقرير سفريه، نص مصر قالت لك سيف زاهر ما عملش تقرير سفريه، ففي صحفي دخلت له في مداخله في قناه محترمه جدا امور يا فندم، انت حضرتك ما قدمتش تقرير سفريه، قدمته فن المجلس ما شفناهوش. قلت له حضرتك تشوفه ليه وحضرتك مين؟ هو فندم المشكله ان حضرتك ما عرفتش تاخده لان الاليات اللي تقدم بيها حضرتك ما تعرفش تاخده، ما تعرفش تشوفه، هي دي القصه. لكن انا لو عايز حضرتك تشوفه حلو الكلام. انا فهمت حضرتك تمام. انا الومش علاء، الوم اللي سرب من داخل مجلس الاداره عشان هدفه حاجتين. ما انا اللي اديته برضه اقول حاجه، يكشف علاء تمام ثاني ويحرج محمود طاهر في نفس الوقت الاثنين مع حضرتك. ما انا بكلم خلاص ماشي أوكي. بس انا اديت له الفرصه دي، انا موافقك مش مختلف معاك في النقطه، انا اديته الفرصه دي بس عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. مثلا كابتن فتحي مبروك قدم تقرير بعد ما هو مشي خلاص، محدش عارف تفاصيله يعني، احنا بندور على التفاصيل اللي قالها لانه قال تقرير طبعًا. على استبعاد لعيبه ومش هم عارف بص انا عايز اقول لحضرتك علاء عبد الصادق هم عودونا على كده. هم مبادئ النادي الاهلي اللي خلتنا دلوقتي قاعدين بنقول الكلام ده. احنا مش احنا كلهم ناس محترمه، كابتن علاء فوق دماغي وشخصيه محترمه واحبه جدا، بس مبادئ النادي الاهلي والسيستم اللي اتعمل في سنين هو اللي مخليني دلوقتي قاعد بقول ان الحته دي كانت غلط والحته دي ما ينفعش تتعمل وما ينفعش ادي حاجات. اتفق معاك تماما، ولكن انظر وبص ما يجري الان ومن الدخيل على النادي الاهلي. دي قصه، دي قصه ثانيه. انا بتكلم بس في الجزئيه بتاعت الكابتن علاء ان انا لايم عليه في الفينشنج بس. شرفتنا ونورتنا يا فندم، ودايما مشرفنا ومنورنا وبشكر حضرتك بس انت اداما بيك. ربنا يخليك. خلصنا حلقتنا النهارده مع الناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمود صبري، طبعا بتشرف دايما بوجوده معانا. بكره ان شاء الله باذن الله حلقه جديده من حلقات الملاعب اليوم، اشوفكم ان شاء الله باذن الله بكره. بشكر كل الناس كانوا معانا، مخرجنا الكبير محمد سليمان، وبشكر احمد ابو طالب رئيس تحرير، محمد صلاح وليد ومحمد جابر، بشكر ايضا محمد الدمرداش الحقيقه حاله الوزير كانت اكثر من رائعه، بشكره شكرا جزيلا. وفي النهايه المتالق والباقي وجندي مجهول داخل قناه الحياه مدير برامج الرياضيه مهيب عبد الهادي، بشكره شكرا جزيلا. بكره ان شاء الله باذن الله حلقه جديده من حلقات ملاعب اليوم. صباح الخير، السلام عليكم.